مبروك يا طاهر، وربنا انت بني ادم تستاهل كل خير لانك سو بيوتيفول ومن جوه فيري كلين. ده العشم برضه صح. واسمه ايه يا الجورنان ده يا طاهر؟ اسمه لا. اسمه ايه يا شبح؟ بطريقتك نو. اللي اقوله يا ادم، هو صحيح اللي بيتقال عنك في الجرايد ده ولا ده كلام صحافه كده؟ والله يا عربي في شويه جد وشويه كلام صحافه. انا نفسي ما بقتش فاهم اي حاجه. موضوع طويل هبقى احكيه لك بعدين. طب يعني هو ادم فعلا وانت صغير يعني اتربيت في افغانستان وكده؟ افغانستان؟ ده على اساس ان انا وانت مش متربين مع بعض. معلش يا ادم اعذرني، معلش اصل انا الجرايد عماله تكتب عنك كتير اليومين دول فما بقتش فاهم حاجه. مش كل اللي بيتكتب في الجرايد صح. بص يا عربي، انا من الاخر كده جاي الدار عندك يومين ثلاثه لغايه ما اعرف هعمل ايه وربنا يسهلها معايا، ولو وجودي هنا يعمل لك مشكله اعتبرني ما قلتش حاجه وكتاب الله ما هزعل منه. عيب عليك يا ادم يا جدع، الله ده بيتك ومطرحك. والله العظيم يا ادم لو قلت كده تاني نزعل منك. انت اخويا يا ادم وده بيتك وانا معاك في اي حاجه لو على رقبتي. احنا اخوات يا ادم. ربنا يخليك يا رب. وبعدين يا صاحبي ما تزعلش نفسك، هي بلدنا بقت كده، بقت عامله زي سوق الخضار فيها بياعين وزباين، والبياع اللي جعجع ويعلي صوته هو اللي بيلم الزبون حواليه. مش شاء الله بالذات الغلابه اللي زي حالتنا ما لهمش مكان في السوق ده. معاك حق يا صاحبي. تفتكر بقى امتى هيبقى لنا مكان في السوق ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر. أنا عندي معلومات عن آدم عبد الحي الإرهابي. آدم عبد الحي الإرهابي؟ مش آدم ده الإرهابي بتاع مصر اللي قتل الأمريكاني؟ هو ده يا باشا، آدم أمين عبد الحي. آه ماله؟ بس أنا قبل ما أتكلم حضرتك لازم أضمن حقي في المكافأة بتاعت السفارة، ولازم أضمن إنها ما تروحش لحد غيري. مكافأة إيه وزفت إيه على دماغك؟ استنى بس ما نشوف أحمد بيه عبد الله هيعمل إيه في الموضوع ده. ها عربي، بالنسبة لآدم اللي أنت جايبنا علشانه، فين؟ فين؟ والله يا باشا أنا يعني كنت سايبه هنا وجيت جبتكوا وأدينا جاي معاكوا. وحياة ماما هفرمك. وأنا عيل صغيرة معاك ولا إيه؟ ما تطلع هنا يا باشا. أنا والله العظيم ما أعرف أي حاجة يا باشا. أنا الورقة دي لقيناها لك ومدينه في أوضة النوم جوه، مكتوب فيها طول عمرك خاين يلا يا عربي. ما هو اللي يبيع عياله ومراته وبلده مش هيغلى عليه صاحبه. البس يا صاحبي يا بتاع اسرائيل يا معفن. ايه ده يا عربي؟ يخرب بيتك كده تبقى وضحت يا باشا، كده تبقى وضحت. طالما ادم ساب لي الجواب كده يبقى اكيد هرب، هرب والله يا باشا. اسرائيل يا باشا. انت وادم بتكتب لبعض جوابات ولا ايه؟ انتوا لسه فترة خطوبة؟ لا والله يا باشا، ده آدم شكله كده بيهزر. ما تقدرش يا انت. بقول لك ايه يا عرب؟ بقول لك يا حبيبي، بصيلي بصيلي. يا باشا يا باشا ما تبصش يالا. ما بصيتش لك يا باشا. بقول لك ايه يا حبيب قلبي، انا استريحت لك والله، استريحت لك وحبيتك على فكره. بس قول لي بقى يا عربي، ايه موضوع اسرائيل ده؟ ايه موضوع اسرائيل؟ مش اسرائيل يا باشا، ده ادم. يعني انت جاسوس يا عربي؟ يا باشا لا، جاسوس جاسوس يا باشا. ما تثبت يلا، اثبت يا باشا. ادم بيهزر، انا كنت جاي ابلغ عنه عشان كده ارهابي. بيهزر وارب، انا ذنبي بيهزر يا حبيب قلبي. والله بيهزر يا نادر.
امر هات لنا بالعربي انجليزي فرنساوي دوت علشان يشوف الهزار اللي على حق عندنا. خربتك يا هادي.